شلون المسبح عندكم؟ عاصفة مطرية شهدتها دمشق وريفها لساعات قليلة تسببت بسيول جارفة وأودت بحياة طفلين في منطقة دير مقر في وادي بردة، كما وأسفرت عن شلل الحركة في شوارع العاصمة. ووفقا لمصادر محلية، فإن العاصفة أظهرت الفشل الذريع للنظام في تأمين خدمات الصرف الصحي بعد أن أغلقها في عدد من الأحياء قبل سنوات بحجة تسلل من أسماهم الإرهابيين منها، إضافة إلى تعفيش ميليشياته لآلاف فتحات الريجارات من بلدات الغوطة الشرقية. موالون سخروا من نظام الأسد لعدم إيجاده حلولاً لمشكلة السيول التي تسببها العواصف المطرية في كل مرة، متهمين مسؤوليه بالانشغال بالسرقة والنهب. كما أنهم طالبوا تندراً قاطني دمشق بتعلم السباحة واستخدام القوارب المطاطية للتنقل بين الأحياء، لا سيما وأن منسوب المياه ارتفع في شارع الثورة إلى ما يقارب المتر، فضلاً عن غمر السيول لنفق ساحة الأمويين بشكل شبه كامل. مسؤولو النظام قللوا من خطورة الموقف وأنكروا تسجيل حالات وفاة، حيث قال مدير الدفاع المدني التابع لحكومة النظام أنهم لم يسجلوا حالات وفاة مطلقا، كما أن فرقه تعمل على فتح الطرقات وإجلاء العالقين، الأمر الذي يتناقض مع ما بثته شبكات إخبارية موالية حول وفاة الطفلين، كما أن هذه المرأة التي سحبتها السيول لم تجد فرق الدفاع المدني التي تشدق نظام الأسد بأنها تعمل على إنقاذ المدنيين العالقين وإجلائهم إلى أماكن آمنة.